أهلا بكم. أخبار حضرموت لهذا اليوم نبدأها بأبرز العناوين. محافظ حضرموت يطلع على ترتيبات وتجهيزات الاحتفاء بذكرى 14 من أكتوبر. محافظ حضرموت يشدد على ضرورة صيانة وترميم الحصون والقصور الأثرية. اللواء بن بريك يطلع على سير التحضيرات الجارية للمطلع السنوي والزواج الجماعي ل 44 عروسا وعريس بسيئون. اجتماع مشترك يناقش الأوضاع السياحية والخدمية بالمكلا وآليات الرقي بها. العمود والحيق يدشنان العيادات المجانية للكشف عن سرطان الثدي. ارتفاع أسعار الخضروات والفواكه مع حلول فصل الشتاء بوادي حضرموت. اطلع محافظ محافظة حضرموت اللواء الركن أحمد سعيد بن بريك على خطة قيادة السلطة لتأمين الاحتفالات المقرر إقامتها بمدينة المكلا في 14 من شهر أكتوبر، واستعرض خلال لقائه اليوم بالمكلا مع مدير عام الأمن والشرطة بساحل حضرموت أحمد عمر باجوه وعميد أركان المنطقة الثانية عويضان سالم على الخطة الأمنية والتدابير اللازمة لتأمين إقامة الاحتفالات وفق الخطط الأمنية السابقة التي تمت فيها تأمين مهرجان البلدة السياحي وعيد الفطر والأضحى، مشددا على ضرورة رفع الجاهزية القصوى والخطط التنفيذية للبرامج المختلفة استعدادا لاستقبال ذكرى 14 من أكتوبر والتي تأتي امتدادا للعيد 26 من سبتمبر، مبينا أهمية إقامة هذه المناسبات الفرائحية التي تشكل عنصرا هاما ومساهما في تطبيع الحياة في المحافظة. من جانبهم استعرضا مدير عام الأمن والشرطة وعميد أركان المنطقة العسكرية الثانية مجمل المقترحات والتصورات الأمنية المساندة لتأمين إقامة الاحتفالات في المكلا، مؤكدين النجاحات الأمنية السابقة التي لاقت إشادات واسعة ومختلفة في تأمين مداخل ومخارج محافظة حضرموت للحفاظ على أمنها واستقرارها. اجتماعنا اليوم كان مع أعضاء اللجنة الأمنية العسكريين في الأمن والجيش، هو بغرض تنسيق وتأمين خطة متكاملة لاحتفالات 14 من أكتوبر، وهي امتداد أيضا لاحتفالات سبتمبر. ولكوننا في محافظة حضرموت سنقيم احتفالات كبيرة تتعلق بهذه الذكرى، وسيكون من ضمن الاحتفالات احتفالات أيضا ورقصات شعبية لابد من تأمينها وتنفيذ الخطة وفقا لخطة اللجنة التحضيرية. وقد اجتمعنا اليوم بقيادة المنطقة العسكرية وقيادة الأمن بغرض إجراء الترتيبات اللازمة لتأمين الاحتفالات هذه، تأمين الأمن والأمان داخل المكلا وخارجها. أصدر محافظ محافظة حضرموت اللواء الركن أحمد سعيد بن بريك اليوم قرارا رقم 155 لسنة 2016. قضى القرار بتكليف الأخ معاذ عبد الله العطاس نائبا لمدير مكتب الشباب والرياضة بحضرموت الساحل. أكد محافظ محافظة حضرموت اللواء الركن أحمد سعيد بن بريك بضرورة الحفاظ على الإرث والموروث الحضرمي الذي خلده التاريخ منذ القدم، لا سيما وأن حضرموت يوجد بها العديد من الحصون والقصور الأثرية التي خلفتها حقبة زمنية من التاريخ العريق في المحافل المختلفة في حضرموت، مشددا على ضرورة صيانة وترميم الحصون والقصور الأثرية بحضرموت. وأشاد المحافظ بن بريك في لقائه اليوم بالمكلا برئيس مؤسسة حضرموت للتراث والتاريخ والثقافة بساحل حضرموت الأستاذ خالد سعيد مدرك بدور المؤسسة من خلال وضع التصورات الهندسية والفنية لإعادة تأهيل وترميم هذا الإرث الثقافي والتاريخي لتحافظ على مجدها وأصالتها العظيمة. من جانبه ثمن رئيس مؤسسة حضرموت للتراث والتاريخ والثقافة دور قيادة السلطة المتمثلة باللواء بن بريك لتذليل كافة الصعاب والعراقيل والإسهام بشكل مباشر والاهتمام بتبني هذا الموروث العظيم. أعرب المحافظ عن تقديره للجهود التي نقوم بها في خدمة التراث وتاريخ حضرموت، وعبر أيضا عن تقديره لكل أبناء حضرموت الذين يقومون بخدمة الإرث الثقافي الحضرمي. ومن جهته
أكد المحافظ على أهمية تقديم الدعم المعنوي والمادي لنا، واشترط في البداية أن نقوم بإعداد الخطط والمشاريع التي سنقوم بها مستقبلا، على أساس أنه سوف يقوم بتقديم الدعم المالي والمعنوي بناء على هذه الخطط والمشاريع التي ستقدم مستقبلا. اطلع محافظ محافظة حضرموت اللواء الركن أحمد سعيد بن بريك على سير التحضيرات الجارية للمطلع السنوي للعام 2016 وفعاليات الزواج الجماعي التاسع ل 44 عريسا وعروسا من مختلف مديريات ومناطق وادي حضرموت. وفي اللقاء الذي ضم المقدم بريك سالم بازمول مقدم حافة الحوطة بسيئون، استمع المحافظ بن بريك لشرح مفصل لكافة الإجراءات والفعاليات الثقافية والاجتماعية والرياضية والتراثية والدينية التي ستشملها فعالية المطلع السنوي، والذي يأتي تزامنا مع احتفالات بلادنا بالأعياد الوطنية سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر، والتي من خلالها تشكل رافدا كبيرا لتطبيع الحياة في أوساط حضرموت ساحلا وواديا وهضبة. كما تم في اللقاء عرض فيلم وثائقي يشمل عددا من الفقرات المصورة الخاصة بعادات وتقاليد مدينة سيئون والزواجات الجماعية والمناسبات الدينية والتراثية التي تشكل سندا وعونا للسلطة في تثبيت دعائم الأمن والأمان والدفع بعجلة التنمية نحو الاستقرار المنشود الملبي لحاجيات المجتمع الحضرمي منذ القدم. أطلعنا على سير التحضيرات الجارية للمطلع السنوي العام والزواج الجماعي التاسع لأربعة وأربعين عريس وعروس والفعاليات الثقافية والاجتماعية والرياضية والتربوية والتراثية والتربوية والدينية التي تشملها فعاليات المطلع السنوي مطلع المطالع. عقد صباح اليوم لقاء موسعا برئاسة مدير عام مديرية المكلا الدكتور عبد الباقي الحوثري لملاك ومدراء الفنادق والوكالات السياحية في المدينة تزامنا مع اليوم العالمي للسياحة، وناقش وضع الخدمات السياحية بالمديرية والاطلاع على القوانين الخاصة بالجانب الفندقي والسياحي وبعض العوائق والمشاكل التي تواجه المجال السياحي. وأوضح مدير عام مكتب السياحة بالمحافظة سالم الكثيري أهمية دور الفنادق السياحية وخدماتها، مستعرضاً تقرير مكتب السياحة حول الخدمات التي تقدمها والقضايا اليومية التي تواجههم. من ناحيته عبر مدير أمن مديرة المكلا العقيد جمال بن عون أهمية التعاون بين إدارة الفنادق والأجهزة الأمنية في أي إجراءات مخالفة أو الاشتباه فيها، مؤكداً على حرص الأجهزة الأمنية على الحفاظ وسلامة الفنادق وكذلك النزلاء. حضر اللقاء الشيخ عمر الحيقي مستشار محافظ المحافظة لشؤون مديريات الساحل. دشن الأخوين وكيل محافظ محافظة حضرموت للشؤون الفنية محمد أحمد العمودي ومستشار محافظ حضرموت لشؤون المديريات عمر الحيقي اليوم بالمكلا العيادات المتنقلة والمجانية للكشف المبكر عن سرطان الثدي في إطار الاحتفال بالشهر الوردي العالمي. تم افتتاح صباح هذا اليوم الخيمة توعوية وخيمة والعيادة الميدانية للكشف المبكر للسرطان في محافظة حضرموت ومديرية المكلا ومديريات الساحل والوادي كذلك من ضمن فعاليات هذا الشهر. باسم السلطة المحلية نشكر كل من قام بهذا العمل، وكذلك نحث على أولياء الأمور وأمهاتنا النزول وعملية زيارة هذه الخيمة والاطلاع على تشخيص المرض وكذلك الكشف المبكر، لأن اكتشاف المرض في المرحلة الأولى أو الثانية يتم معالجته بسهولة. حسب الإحصائيات اللي أعطوناها مؤسسة حضرموت سرطان أن 750 حالة الموجودة لديهم وتم علاج وشفاء 40 حالة والباقي تحت طور العلاج. نحن مع السلطة ومع جميع الجمعيات كلنا نكمل بعض عشان خاطر حضرموت في جميع المجالات، ما هي في هذا اليوم بس، في جميع المجالات نحن مع السلطة ومع الناس الخيرين كلنا نكمل بعض. هذا في ظل الدعم الذي يقدمه الهلال الأحمر الإماراتي للصحة والتي نوليها اهتمام كبير إضافة إلى المشاريع الخدماتية الأخرى، وتأتي هذه الفعالية مزامنة مع الشهر الوردي لسرطان الثدي. نحن اليوم في حالة طيبة بعد ما نحن ننتقل إلى مراحل لمتابعة المرض الخطير
ومطاردتها من جميع المرضى بتدشين رسمي من قبل الأخ المحافظ بتعاون كامل من قبل الهلال الأحمر. أهم مخرج في هذه الفعاليات كلها هو تزايد الأعداد من النساء الذين يتجهون إلى عيادات الكشف المبكر، وأيضا من ضمن الناس المستهدفين في هذه الفعاليات هي طالبات المدارس وخاصة من سن 15 إلى سن 40 لتعليمهم كيفية الفحص الذاتي للكشف المبكر عن سرطان الثدي. شهدت أسعار الخضروات والفواكه في السوق المركزي بوادي وصحراء حضرموت اليوم ارتفاعا ملحوظا، حيث ارتفعت أسعار الخضروات والفواكه في السوق المركزي بنسبة 60% مقارنة بالأسعار السابقة. وقال عضو مجلس إدارة السوق المركزي سليم عنبر أنه بالرغم من أن السوق المركزي بالوادي والصحراء يعتبر السوق الأقل كلفة في الأسعار مقارنة ببقية الأسواق في البلاد ويقصده المشترون من المحافظات المجاورة، إلا أنه في الوقت الحالي شهد ارتفاعا في الأسعار مع بداية فصل الشتاء ونتيجة الأوضاع التي تعيشها البلاد. من جانبه أرجع المختص في شراء وبيع الخضروات والفواكه حمزة باضاوي أسباب الارتفاع إلى دخول فصل الشتاء الذي لا يتناسب مع الخضروات والفواكه التي تزرع في الصيف، كما أن الأوضاع بالبلاد وطول المسافات ووعورتها في نقل البضائع ساهم في ذلك الارتفاع. نحن نعتبر أرخص سوق مقارنة بجميع أسواق في الجمهورية بالأسعار، لكن بعض أحيان ندرة البضاعة هي تكون سبب ارتفاع السعر، وأحيان تكون بورة عندنا تنقص الصندوق تنقص 1000 تنقص 700 فيه، لكن الأسعار نلاحظ أن التفرقة تم السعر هو ثابت عندهم، السعر ثابت عندهم ما ينقصون شيء، لكن عندنا نحن أحيان تقع بورة ولحظة هذا السعر ندرتها عن ندرتها سعر البضاعة عند الندرة كان بتوفره بكثرة تنزل سعرها، كانت إلا حاجة بسيطة تجي السوق هذا يكون سعره مرتفع. أسعار البضائع هذه الأيام في سوق الجملة ارتفعت مقارنة بفصل الصيف بنسبة 50% إلى هذا اليوم، وسترتفع يعني مع في عز موسم الشتاء بنسبة يعني 100% الأسعار، يعني إذا كان السعر 2000 ريال بيصير 1000 ريال، أو إذا كان السعر 2000 ريال بيصير 4000 ريال أو 6000 ريال، ممكن تصل أسعار الطماطم والبطاطس وجميع أنواع الخضروات. يرتفع فصل الشتاء لأنه يكون فصل الشتاء هذا قاسي على الخضرة، يعني بعضها تقابل بعضها ما تقابل مع المبيدات هذه اللي ما تقابل ومع أشياء البرد يعني يحرقها ما تقاوم، بعضها خضرة ما تقاوم يزرعونها تنضج شوي بعدين في النهاية تموت. إلى هنا تنتهي أخبار حضرموت لهذا اليوم، شكرا لحسن المتابعة، إلى اللقاء.